ظلت الحفرة مشتعلة منذ 50 عام. هل يعقل؟ تعرف على الحفرة المشؤومة في تركمانستان. أثناء البحث عن احتياطات النفط في الصحراء تشققت الأرض وانهارت منصة الحفر في كهف واسع وفتحت بوابة الجحيم. يدعي بعض الجيولوجيين أن الحفرة لم تكن مشتعلة وإنما اشتعلت ذاتيا في الثمانينات، لكن مهما كانت الحقيقة فهي تحترق الآن وتبدو وكأنها أكبر موقد غاز في العالم. فجوة صاخبة من النيران التي لا تنطفئ أبدا. تشتعل النيران حول أرضية الحفرة وحافتها، وعشرات الشعلات الصغيرة أيضا مثل الأرواح الشيطانية التي تتجمع في الظلام. وأنت يا صديقي، هل ستزور هذه الحفرة لو أتيحت لك الفرصة؟